البكاء فقد كرهت الأدمى. لا 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 تكذب إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمى. ما أهون الدمع القصورة إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ما أهون الدمع القصورة إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشاني من لهف عليه تتحدياني الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق وتطل من رأس الظنون تلومني لطالما باركت كذبك كله ولعنته ظني فلطالما باركت كذبك كله ولعنته وعجوبة كامل الشناوي ومحمد عبد الوهاب.
واللي غنوها نجات وعبد الحليم وعبد الوهاب وغاده رجب. انت بتغنيها باحساسك، كل مره بسمعها انا بحس ان غاده بتغنيها زي غاده مش زيهم. كل يعني الحمد لله دي حاجه انا اتعلمت من كل الكبار دول والعمالقه دول والمدارس دي. لكن كل ما باجي اغني حاجه من الحاجات القديمه لما باجي احفظها او بسمعها كتير او كده، بعد ما بسمع او يعني بحفظ الميلودي الاساسي بجد بنسى تماما ان دي غنوه معروفه. ازاي يعني لما تسمعي نجات بتغنيها غير عبد الحليم حافظ خالص؟ تماما، فرق لان كمان الكلمات احساس الراجل فيها غير احساس احساسه. فانا سمعت الثلاثه بس كنت يعني حفظي الاساسي اكتر من عبد الوهاب لانه هو الملحن. لكن ببقى دايما ببعد خلاص بعد ما بحفظ بحس انها كانها غنوه اتعملت لي انا، وانا هقولها ازاي، ايه احساسي بيها، ايه احساسي بالكلام. مش حكايه ان انا هما ما يكونوش مش مستنيين حد يضيف عليهم، بس بتحطي تجربتك احساسك بالكلام باللحن بس. طيب انا معايا دلوقتي، هل معايا الفنان سلامي شاهين؟ جميل. طيب معايا على الهاتف الفنان التركي الجميل سلامي شاهين. مساء الخير يا استاذ سلامي. مساء النور، كيف الحال؟ اهلا بيك، اهلا بيك. اولا انا سعيده ان طبعا انا عارفه ان حضرتك تتقن اللغه العربيه، سعيده ان انا بستقبلك حتى لو على الهاتف هنا في برنامجنا هنا العاصمه. اهلا بيك. اهلا بيك. والله اقول لك انا والعائله ومين بيسمع صوتك بيقول الله الله سبحان الخلق. صوت غاده طبعا. طبعا سلامي بيه، ازيك؟ طبعا خلوني اقول لكم، او غاده اللي تقول لنا من هو سلامي شاهين. هو فنان وصوت عبقري تركي وملحن ايضا. طبعا هو سلامي شاهين من اهم واكبر واشهر الملحنين والمطربين بتركيا، يعني هو عبد الحليم تركيا. عبد الحليم تاريخ طويل مع الغناء والموسيقى والالحان. اتعرفت عليه من سنتين اثناء زياراتي لتركيا وحفلات اللي قمت بيها هناك، وكان ليا الشرف ان احنا نتعاون في الالبوم الاخير من خلال صورتي اللي هي يعني صحيح. الناس كلها حبتها وسمعنا صوته كانه مطرب عربي يتقن العربيه بسلام، يعني بسلامه يعني بدقه جدا. شكرا جزيلا. استاذ سلامي، ايه العلاقه بين الموسيقى التركيه والموسيقى العربيه؟ يعني الفن الشرقي واضح واحد، اللون زي بعضهم، علشان من زمان أوسمانلي يعني دول العرب وتركيا الموسيقى زي بعضهم ما في مشكلة أبدا. بس أولا أقول لك يا غادة أفندم على التكريم. الله يبارك فيك، شكرا، ميرسي جدا جدا. والله لما سمعت انا انبسطت جدا قوي كتير، علشان انت زي بنت من حبك العائله كلنا. يا رب يخليك. والتكريم لما في المسرح لما قالوا يا رب يخليك يا امي يا ست الحبايب. الله الله الله، كمل كمل. استاذ سلامي، غاده رجب في تركيا الناس سامعينها، ناس عارفين عنها؟ ايوه بتركيا لما بغني التركي كمان التلفزيون برنامج، وكل الناس بيقولوا سبحان الله زي صوت غادة بتركيا مش موجود. على الصوت على هالنغم كل الناس تحيروا يعني. شكرا يا سلام. تركي زي دلوقتي يعني، وسجلنا اغاني دويت مع بعض. صحيح. انا تركي وعربي مظبوط. وتميم مبهد ستيدي قولي الله 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 على الصوت. احنا مستنيينك يا سلامي بيه هنا بقى في مصر. تيجي على تركيا وعلى طول تضل بتركيا وتغني اغاني التركي بس. عايزين نروح تركيا واقعد اغني. التركي اخباره ايه معاها يا استاذ سلامي؟ يعني غاده وهي بتغني تركي يعني التقنيه والحرفيه ممتلكاها زي ما بتغني عربي؟ اقول لك اولا قبل يعني بسنة كان في مشكلة، دلوقتي مشكلة مش موجود أبدا. هيتش بروبلم يوك سلامي بي. ابتدوا بقى يكلموا بعض. ما في بروبلم أبدا. ويعني وأنا إن شاء الله لما بدي أسجل أغاني عربي بدي أسجل ألحان عربي، وبناخد كلام من شاعرين من مصر وبدي أسجل ألحان إن شاء الله من قريب. ان شاء الله. علشان انا اخذوا اغاني مثل وائل كفوري في الطيور الحاني كتبوا عليه كلام. طب انا عايزاكوا بقى تغنوا سوا، ممكن يا سلامي بيه تيجي نغني ايه؟ ازل دين وديني كمان الحاني افندم.
ودي مراد غناها. هو سلام يا بيه عامل من اهم الالحان برضه، وفي لحن لوائل كفوري اسمه تبكي الطيور. لما لحن مشهور. ايوه الحان سلام يا بيه، وغنوه لوديع مراد مشهوره جدا برضه. حلوه بس احنا دلوقتي نغني ايه؟ غنوا سوا بقى. ازلدم ازلدم يلا تمام يلا انا انت بشرح لا من غير انا ما بغني تركي وانت غني عربي. اوكي تمام يلا من غير مزيكا اتفضل تبدا. انا اسمعك صوتك وما في مشكله. يلا انا كل مرايا بس يلا يا غالة. انا مالي وفيا ايه صورتي. الو ايوه سامعني معاك. صورتي بترد بفرحه مالك مغروره ليه؟ ايدك في ايدي وملهوفه علي واسمع برد بايه؟ شكلك يا صورتي حلولي علشان شافتنا عني. يلا اسلديم تاني ليه فوق الصنو. اسلديم اسلديم صمت جاك نفسني. اسلديم اسلديم صحبتني واسسني. اسلديم يا المدين يا البابين جام يوم الشم. اسلديم تنينين كوكو السنة. اسلديم اسلديم سمسجاك نفسني. اسلديم اسلديم صحبتني اسسني. اسلديم قلبتين جسب بايم جن يولد الشم قلبتي. بشكركم. شكرا سلامي. بشكرك سلامي بيه. بشكرك شكرا جزيلا سلامي شاهين الفنان التركي الكبير. برسية غدا نخرج فاصل اخر وبعد الفاصل نكمل. وانا عندي طلبات وانا عارفه ان عندكم طلبات هاخد طلباتكم بعد الفاصل. بس انا عندي طلبات ومن طلباتي عرباوي لمحمد رشدي. الله اغاني غريبه الله. جدا بس يعني بقى معلش هتستحملوا ذوقي شويه. فاصل ونرجع وغاده رجب.